في هذا الفيديو سأطلعكم على النقاط الأساسية التي يطرحها نابليون هيل في كتابه الشهير فكر تصبح غنيا Think and Grow Rich. هذا الكتاب أصدر سنة 1937 والكثير من الأشخاص في العالم غيرت طريقة تفكيرها للحياة والاقتصاد من خلال قراءتها هذا الكتاب. من كتاب فكر تصبح غنيا يمكننا استخراج 11 عوامل أساسية لكي نصل للسعادة التي نتمناها في حياتنا، وكل ذلك سيتم بواسطة التفكير وتغيير طريقة تفكيرنا بما يجري حولنا. العامل الأول هو الطموح. الكاتب يقول أن الفرق بين أشخاص نجحوا للوصول للثراء والأشخاص الذي لم ينجحوا للوصول للثراء هو الطموح. الأشخاص التي نجحت نلاحظ عليهم أنهم طموحين جدا للثراء وربح المال. ولتعلم أن نابليون هيل درس الكثير من الشخصيات الثرية في العالم وحاول معرفة ما هي عوامل الثراء والسعادة المشتركة لدى غالبية هذه الأثرياء في العالم، وما نحن كبشر يمكننا تطبيقه من عوامل لنصل لمرحلة ثراء مثل هذه الأشخاص. إذن العامل الأول هو الطموح. يجب أن يكون لدينا طموح مثل اللهيب داخلنا وإرادة قوية للثراء. العامل الثاني هو الإيمان، The faith. أشخاص ثرية تؤمن بأنها ثرية وأنها ستكون ثرية في التفكير الداخلي لها، وهذا المجال هو أكثر متعلق في عالم NLP والعقل الباطني. مهم جدا أن تطور إيمان داخلي، وإذا لا تعرف كيف اشترك في ورشات خاصة بموضوع NLP أو شاهد فيديوهات لتوني روبنز. يوجد عدة طرق لتطوير إيمانكم الداخلي. العامل الثالث هو إقناع داخلي. عليك إقناع نفسك أنك ثري أو أنك ستكون ثري. هذا الإقناع في اللاوعي الخاص بك سيعطيك قوة عظيمة خلال طريقك للثراء. إذا نظرت لنفسك كشخص فقير ستبقى في هذا الشعور ولن يوصلك لأي تقدم. لذلك اقنع نفسك أنك ثري وأنه يمكنك أن تكون ثري. يوجد عدة ورشات تنويم أو إقناع شخصي. ابحث بجوجل عن موضوع Subliminal Messages for Wealth. هذه المواضيع التي تعمل على اللاوعي الخاص بك. لتتعرف أكثر عن المجال ممكن لأول وهلة ستجد الموضوع مضحك، ولكن هو فعال حقا. العامل الرابع هو الخبرة. الثراء لن يكون لأشخاص عادية. إذا أنت تريد أن تكون ثري وأنت جالس في بيتك ولا تعمل أو تبادر بأي شيء لن تصبح ثري، وهذا ما نسميه القيمة الإضافية. كل شخص لديه معرفة بمجال معين، وفي هذا الكتاب يشرح أنه علينا إعطاء شيء أو نوفر شيء مقابل المال الذي سنربحه. لذلك عليك إيجاد مجال معين، مجال الذي أنت تحبه وأن تكون محترف به. العامل الخامس هو الخيال. الكثير من المرات الكاتب يكرر عامل الخيال وعامل اللاوعي لدينا، وأن نتخيل نفسنا أننا حقا أثرياء. عندما نرسخ هذه الأفكار داخلنا يمكننا تغيير المستقبل لصالحنا. العامل السادس هو التخطيط المنظم. مهم جدا للوصول لمرحلة الثراء أن نبني برنامج منظم تحديد أهدافنا، ولنحقق هذه الأهداف علينا تحديد وقت لكل هدف لتحقيقه لكي نحفز نفسنا. دون خطة واضحة لن ننجح لما نريده. العامل السابع هو القرار. التغيير الجذري سيحصل لك فقط عندما تقرر ذلك، عندما تتخذ القرار الصارم لفعل ما تخططه. قرر ما تريد تحقيقه بعد عام أو بعد عامين وبادر. قرر ما هو الدخل الذي تريده وبادر. العامل الثامن هو التمسك بالهدف. إذا قررت أو حددت هدف معين عليك التمسك به وعدم الاستسلام بأي حالة من الحالات. إياك الاستسلام خلال طريقك، حاول حتى أن تحقق هدفك. جميع الأشخاص الناجحة في العالم لم تنجح من أول محاولة لها، لقد حاولت عدة مرات تمسكت بهدفها حتى نجحت.
العامل التاسع هو التعاون مع الآخرين. للوصول للنجاح علي التعاون مع الآخرين أو طلب المساعدة من الآخرين من خلال إدخال شركاء لمشاريعنا أو مستشارين خبراء في مجال الاقتصاد أو في مجال إدارة الأعمال أو أي مجال يمكن أن يعطي قيمة إضافية لمشروعك. لا تحاول فهم أو عمل كل شيء لوحدك، لا بأس من طلب المساعدة من الآخرين. العامل العاشر هو اللاوعي. علينا فهم كيف عقلنا يعمل وكيف اللاوعي داخلنا يعمل. يوجد الكثير من الغموض في كيفية عمل عقلنا. هذا موضوع واسع جدا يتطلب أكثر من فيديو لشرحه، موضوع مثير جدا حقا. وفي الكتاب يشرح أن جميع قراراتنا وجميع أعمالنا تحصل في اللاوعي الخاص بنا. فمهم جدا أن نرتبط باللاوعي الخاص بنا وأن نتعرف وأن نعرف كيف نسيطر عليه وأن نزرع داخل اللاوعي داخلنا صفات أو ميزات لمصلحتنا الشخصية ولمصلحة ثرائنا. تماما مثل الهاتف الذكي عندما نحمل عليه تطبيق معين. من ثم الكاتب يربط عامل اللاوعي في العامل الحادي عشر وهو العقل، ويشرح أن العقل مبني من رادارات معينة، أي يستقبل رادارات ويخرج رادارات، وعلينا أيضا فهم هذه الرادارات. طبعا من خلال فهم اللاوعي والارتباط به نعرف أيضا التحكم في هذه الرادارات. موضوع اللاوعي وعمل العقل موضوع واسع جدا، أنصحكم بشدة التعمق به والقراءة عنه، إنه سيفتح أعينكم لمواضيع لم تتعرفوا عليها من قبل. حقا كتاب فكر تصبح غنيا كتاب مميز جدا، ويشرح مواضيع واسعة جدا تتطلب تلخيص كتاب كهذا أسابيع. حاولت قدر الإمكان أن أعطيكم العوامل المهمة في الكتاب، أنصحكم بشدة أن تقرأوه وأن تتعمقوا به أكثر، وسيتضح لكم أكثر العوامل التي شرحتها. أيضا لكل من يحب مشاهدة ملخصات لكتب تحفيزية أخرى يمكنه مشاهدتها في قناتنا، لذلك لا تنسوا الضغط لايك على الفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية وفي الفيديوهات التحفيزية التي سنعلنها أسبوعيا في قناتنا. سأراكم في فيديو آخر.